أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناتكم كاف 24 تي في. إليكم أبرز العناوين. الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى قمة العمل المناخي 2019 بنيويورك، ويحث على تكثيف الجهود للتصدي لأخطار التغيرات المناخية. دوليا، قادة فرنسا، ألمانيا وبريطانيا يحذرون إيران ويحملونها مسؤولية الهجمات على منشآت النفط السعودية. في الرياضة، ليونيل ميسي يتفوق على رونالدو ويفوز بلقب أفضل لاعب لسنة 2019. إلى التفاصيل، أهلا بكم من جديد. وجه الملك محمد السادس رسالة إلى قمة العمل المناخي 2019 التي افتتحت أشغالها أمس الاثنين بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، حث فيها على تقديم دعم إيجابي وفعلي للقمة، قمة المناخ الأولى المخصصة للشباب، والتي أكد جلالته أنها تبعث على التفاؤل. وأبرزت رسالة الملكية الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التصدي للتغيرات المناخية والمحافظة على البيئة، ولا سيما لفائدة إفريقيا القارة التي تعاني من آثار التغيرات المناخية. في نفس السياق، أعلنت المملكة المغربية أمس الاثنين بمناسبة انعقاد قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بنيويورك عن إنشاء تحالف من أجل الولوج إلى الطاقة المستدامة، وهي مبادرة تمت بلورتها بشكل مشترك بين المغرب وإثيوبيا، وترتكز على الولوج الشامل إلى الطاقة من خلال الاستخدام المكثف للطاقات المتجددة. ويعد التحالف من أجل الولوج إلى الطاقة المستدامة واحدا من 10 مبادرات تم انتقاؤها من بين 100 اقتراح قدمته مختلف البلدان والمؤسسات الدولية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتم اعتماد هذه المقترحات العشرة وعرضها في قمة نيويورك بنظري لأنها الأكثر واقعية وشمولا في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. في خبر آخر، ترأس محمد اليعقوبي ولي جهة رباط سلا القنيطرة إلى جانب عدد من المسؤولين أمس الاثنين لقاء تواصليا خصص لمشروع إحداث مدينة المهن والكفاءات. الزميل الجارح أبو سالم من الرباط تابع اللقاء وعد لنا الروبورتاج التالي. تشكل خطوة نوعية ومتقدمة في تجويد وتحسين يعني المنظومة ديال التكوين المهني على مستوى الجهة بما ينسجم مع الأهداف ورغبة ديال صاحب الجلالة نصر الله، اللي أكد على الأهمية ديال الاهتمام بهذا المجال هذا، وأكدنا كذلك على أن التشاور خصو يبقى مستمر من أجل التدقيق ديال مختلف التكوينات اللي كاينة أو مقترحة في هذه المدينة وجميع الإجراءات المتعلقة بتجويد. الآن إلى الشأن الدولي، نبدأه مغاربيا، حيث رفضت المحكمة الإدارية بتونس أمس الاثنين الطعون المقدمة إليها في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 15 من شتنبر الجاري، مؤكدة بذلك أن الدورة الثانية ستجرى بين الأستاذ الجامعي قيس سعيد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروي. وفي حال لم يستأنف الطعن فإن هذا الرفض يقر نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، حيث حل الأستاذ الجامعي قيس السعيد أولا ب 18.4% من الأصوات أمام رجل الأعمال المحبوس نبيل القروي الذي حصل على 15.58% من الأصوات. يذكر أن 6 مرشحين بينهم وزير الدفاع عبد الكريم زبيد الذي حل رابعا في الدورة الأولى ورئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي حل خلفه في المرتبة الخامسة طعنوا أمام المحكمة الإدارية بنتيجة الانتخابات، وتراوحت مطالبهم بين إسقاط مرشح تأهل للدورة الثانية وأعلان بطلان النتائج برمتها. دوريا دائما، حمل قادة فرنسا، ألمانيا وبريطانيا أمس الاثنين إيران المسؤولية عن الهجمات التي استهدفت في 14 من شتنبر الجاري منشأتين نفطيتين سعوديتين، مطالبين طهران بالامتناع عن القيام باستفزاز آخر جديد. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مشترك عقب لقاء ثلاثي
عقدوه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه من الواضح بالنسبة إليهم أن إيران تتحمل مسؤولية هذه الهجمات. يذكر أن حدة التوتر في الخليج تصاعدت منذ ماي الماضي عندما بدأت إيران خفض مستوى التزامها بالتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بينما نشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية في المنطقة. إلى الملف الرياضي، حيث حقق الرجاء الرياضي فوزا محتشما على ضيفه هلال القدس الفلسطيني بنتيجة 0-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب دور 32 من كأس محمد السادس للأندية العربية للأبطال. وسجل الهدف الأول لرجاء محسن متولي من ركلة جزاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول. المباراة شهدت ضغطا رجويا طيلة أطوار المباراة مقابل تحفظ دفاعي لهلال القدس في الثلث الأخير من الملعب، ما صعب المهمة أمام لاعبي الرجاء. وتجرى مباراة الإياب بين الفريقين على أرضية ملعب فيصل الحسيني بمدينة القدس في 3 أكتوبر المقبل. رياضيا دائما، حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم التي منحها أمس الاثنين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بينما حصل الألماني يورغن كلوب على لقب أفضل مدرب، فيما حصد ريال مدريد حصة الأسد في الفريق المثالي. وتفوق ميسي الذي قاد برشلونة إلى الفوز بالدوري الإسباني على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث رفع ميسي رصيده من الألقاب إلى 6-5 لرونالدو. من جانب آخر، اكتسح ريال مدريد التشكيلة المثالية بحضور 4 لاعبين هم سيرخيو راموس ومارسيلو ولوكا مودريتش والقادم الجديد إيدن هازارد. واحتضن مسرح سكالا في مدينة ميلانو حفل جوائز الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي سنويا. مشاهدينا، بهذا القدر نصل وإياكم إلى ختام هذا الموعد الإخباري. شكرا لكم دائما على حسن الإصغاء والمتابعة. فقط لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني كاب24.tv. إلى اللقاء.